طبعا بداية المباراة الفريق الأرجنتيني ضغط، يعني نقول ضغط وليس ضغط كامل، وعلى الفريق الأسترالي مع تراجع الفريق الأسترالي إلى نصف ملعبه الدفاع بالثلث الأخير بالنسبة للفريق الأسترالي، يعني نايمين بالجزاء، نايمين بالجزاء بالثلث الأخير بالبداية كان نعم صح. نعم، مع تنظيم دفاعي جيد ومن خلال غلق المساحات وتقارب بين الخطوط. بعد الدقيقة 20 من المباراة بدأ الفريق الأسترالي يشجع بالضغط على الفريق الأرجنتيني، نعم، وإلى مناطق الجزاء الفريق الأرجنتيني، وكان الشوط بالنسبة للفريق الأرجنتيني أنا أعتبره وجهة نظري سيء من خلال الفرص اللي حصلت بالمباراة، وأغلب المباراة كانت محصورة في وسط الملعب عدا الدقيقة تقريبا دقيقة 35. لاحظنا طبعا ميسي كان دوره في هذه المباراة عندما يفقد الفريق الأرجنتيني الكرة يبقى صاعد فوق في الطرف بالجزء الهجومي، وعندما يحصل الفريق الأرجنتيني يستحوذ على الكرة نلاحظ أنه ميسي يرجع وين؟ إلى وسط الملعب، يصبح صانع ألعاب مع حرية الانتقال يمين أو يسار، وهذا ما حصل عندما تحول إلى الطرف اليمين قد ميسي الحصول على الكرة ولعبها بطريقة لوب لداخل منطقة الجزاء، وبعد الارتداد الكرة دخول ميسي، خطورة ميسي تكون وين؟ أثناء دخوله من الخلف إلى منطقة الجزاء، وهذا ما حصل حصول على الكرة وتسديد المرمى تسديد الهدف على يمين الحارس رايان. نعم. نعم، انت شفت الشوط الاول، نعم، تتفق في هذه القراءه انه ميسي كان يسقط الى الخلف عندما يستحوذ الارجنتينيين على الكره؟ نعم، بس نعرف، بس خلينا اول مره نرجع انه شنو الاسلوب اللي اتبعوه الفريقين. انا نعم، اعتقد اليوم الفريق الارجنتيني اتبع الاسلوب اللي هو 4-3-3، فريق الاسترالي اتبع الاسلوب اللي هو 4-2-4، واحب بالتاكيد ناكد انه هاي الحاله الرقميه مو بالضروره تكون دائما هي متواجده، لكن هذا الشكل اللي العام اللي نزل به الفريقين. نعم، يعني من تتحدث الان عن فريق الارجنتين بهجوم بيكون بميسي والباريس وغوميز، اعتقد قوه ضاربه هجوميه، لذلك ما تحدث به الكابتن محسن حول انه المنتخب الاسترالي في بداية المباراة عرف إمكانياته، ما ممكن أنه يبدي يفتح اللعب، أكيد راح يكون هو في حالة دفاعية في ظل وجود هجوم بلاعبين، بالإضافة للاعبين اللي موجودين فرنانديز وديون، كثير من اللاعبين المهاريين اللي يمتلكهم الفريق بالأرقام الفريق الأرجنتيني أفضل من الفريق الإسترالي، من الطبيعي أنه الفريق الإسترالي راح يكون في حالة دفاعية، لكن وين اللي حدث؟ انه الان مثل ما تحدث كابتن محسن انه في الدقيقه 20 شجع الفريق، انا اعتقد حتى بالدقيقه 20 اجبر على انه يندفع، هو شجع وتورط، هو اجبر، يعني لذلك اقول لك اجبر على في بعض الاحيان، قبل قليل قلت في بعض الاحيان الفرق تنطي مجال للفرق الاخرى حتى ممكن تخرجها من المناطق الدفاعيه اللي متكتله بها حتى تنطي مساحات، وكلنا احنا نعرف انه اللاعب ميسي من يمتلك المساحات يخلق لك اللي مصاير. اعتقد انه بالدقيقه 34 يعني مو اي لاعب ممكن هذا يسوي، مو اي مهاجم ممكن يسوي اللي سواه ميسي بالدقيقه 34. شلون حاله من حاله صعبه جدا، دخول لاعب وان تاج مع لاعب المهاجم، اعتقد المهاجم الارجنتين وقف الكره، الحركه اللي هي كان هناك خطا على اليمين، يمكن انا اتذكر احنا كنا نهيئ البرنامج، خطا على اليمين سووا افتعلوه الارجنتينيين وهو صح وهو سليم. لا هو انا ما اتحدث مو على الفاول، اتحدث عن ما بعد الفاول على حركه ميسي. ميسي رقميا ميسي هو قلب الهجوم، لكن في هذه الحاله وين شفناه هو على الجهه اليسار، اليسار للفريق نعم اليسار للفريق الاسترالي، الفريق الاسترالي نعم. من مسك الكره المهاره اللي تلاعب بها، المهاره اللي والفكر الكبير انه
في هذه المنطقة اللي مزدحمة، أغلب الدفاع الاسترالي متمركز بها أكثر من 4 إلى 5 لاعبين في مناطق ضيقة، وقدر يتحكم في كرة في منتهى الروعة. هي نقول ما تنم غير أنه ممكن هو ميسي اللي يسوي هذا الأهداف. نعم محسن، يعني أركن الكرة هو باليسار، اليسار اللي يملكها ميسي المعروفة، وبباطن القدم وأركنها على يمين الحارس. الحارس يتحمل جزء، انا شفته راح عليها وراح لها مبكر، يعني انا حتى يعني في لحظات شفت يعني من تنعاد اقول ليش ما صار. والله كره كابتن كره صعبه، هي رايحه بسايد بالزاويه البعيده، مسافه احنا نشوفها بالتلفزيون طبعا مسافه بعيده، ولكن هي بالحقيقه مسافه قريبه يعني ممكن 11 يارده و 12 يارده مو اكثر يعني. يعني صفة يعني صفة وميسي وقبالك وبالملعب شغلة يعني هم إلها إلها إلى هنا